ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أف لكما تعدانا أتعدانني أن أخرج وقد خلت قرون من قبلي وهما يستغيثان ويلك آمن إن وعد الله حق ويقولون ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين أقع عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ويوم يعرض الذين كفروا على النار إذ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستعدمتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستغفرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.